رحم الله نوبل. لو كان يعلم أن الإخوانية الهاربة في أنقرة توكل كرمان ستنال جائزته للسلام لعزف عن تخصيص تلك الجائزة. كيف لا وكرمان خالفت جميع الشرائع والأديان والقوانين البشرية والدساتير التي تجرم الإساءة قولا أو فعلا للعلماء والقامات الرفيعة. ليست المرة الأولى التي تظهر فيها توكل البذاءة، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، فالتهجم على المملكة العربية السعودية هو أجندة مشغليها في تركيا وقطر، وفي تناقض عجيب تهاجم إخوان اليمن وتعتبرهم أدوات للمملكة. ولن يقبل بأدواتهم الإرهابية والانفصالية وأحزمتهم الناسفة في مدن اليمن وجزره وسواحله أجوائه ومياهه الإقليمية. هذه هي توكل التي تغالط نفسها حتى في الكلمة الواحدة، فتقول إن التحالف العربي جاء لقتال ميليشيا الحوثي ثم تغير رأيها قبل أن تقوم من مجلسها. دعمت السعودية والإمارات الميليشيات الحوثية وأسقطت الدولة وسلموا مقدراتها وجيشها للميليشيا انتقاما من ثورة فبراير. حتى مسيحي الأحذية الضعفاء الذين يكسبون لقمتهم من عرق جبينهم لم يسلموا من لسانها السليط، وراحت تحتقرهم وتزدريهم ثم تتشدق بأكذوبة تبنيها حقوق الإنسان. ربما هو خطأ في التسمية، فهي المدافعة عن حقوق الإخوان، وسهوا قيل حقوق الإنسان، لكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فتوكل تكشف عن حقيقتها وتعري وجه تنظيم الإخوان الخائن للدين. من سخرية الأقدار أن تكون توكل عضوا في مجلس حكماء فيسبوك، فمن أين لها الحكمة؟ والأكثر سخرية أن تكون من المدافعين عن حرية الرأي ثم تسلط لسانها ضد كبار العلماء حين يؤدون واجبهم وأماناتهم بالدفاع عن الأمة والدين ونبذ الإرهاب والمتطرفين. صعدت كرمان على مآسي اليمنيين وآلامهم، واعتاشت على أموالهم التي نهبها زوجها محمد إسماعيل النهمي من أموال الخزينة العامة في اليمن، وحكم عليه بالسجن بموجب حكم صادر عن الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف عدن في القضية الجنائية رقم 122 لعام 1999. لا يتسع المكان لإبليس وكرمان معاً، فهي كالحرباء تبدل جلدها. تبرأ منها حزب التجمع اليمني للإصلاح الإخواني الذي كانت عضوا فيه، وحين جرمت هيئة كبار العلماء في السعودية التنظيم الإرهابي استفاقت الدماء الإخوانية في عروق كرمان وظهرت حقيقتها المتطرفة حتى نقي العظم. حتى إن والدها عبد السلام كرمان بات يخجل منها وبقلة أدبها، فأعلن ذلك صراحة. وأني أعلن وأتأسف أنه بنتي التي تنتسب إلي ما سمعت كلامي وأنها تتخاطب على التمام، لكن تكون مؤدبة مع أنها تكون مؤدبة. تفح توكل فحيح الأفاعي وتنفث سمها في كل اتجاه حتى وصلت بها المواصيل، فتجرأت على كبار العلماء لينطبق عليها قول الشاعر: كم سيد متفضل قد سبه من لا يساوي طعنة في نعله. ويبقى السؤال: هل تعمل كرمان فقط لحساب الإخوان وأردوغان حتى تنال تلك الجوائز والمناصب، أم أنها واحدة من جند الشيطان؟